كيف ممكن أن نخدم الشباب في منطقة البحر الأبيض المتوسط في أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط، وأن يكون موقع هذا المركز في جامعة القدس، وله انعكاسات في تبادل طلابي، له انعكاسات في تبادل أكاديمي وعمل بحثي مشترك، وكذلك تحسين وتطوير الصناعات والقطاع الزراعي في هذه البلدان لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب. في هذا الافتتاح نحن نبدأ بحقبة تاريخية جديدة في عالم البحث وعالم التطور في منطقة البحر المتوسط. أنا سعيد جدا لهذا المركز وأن القاعدة لهذا المركز في جامعة القدس، لأن هذه الجامعة التي تحمل اسم القدس لها معنى عظيم بالنسبة لي وفريد. هذا المركز هو بداية للتعاون مع الجامعات، ولكن ليس فقط الجامعات، نحن بحاجة إلى الجميع، نحن بحاجة إلى المصانع، نحن بحاجة لجميع العاملين، مساعدة هؤلاء الطلاب على العمل بعد التخرج.